احنا شفنا البلاغ اللي كان دار مؤخرا ديال الوداد اللي بغى يترشح يمشي يدفع الملف ديالو لنادي الوداد الرياضي، وكاين واحد الاجل القانوني اللي تحدث. هذا هو الادب اللي غادي نقدر نهضر عليه. اما حط يتمنى ولا حط اي واحد ما في مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكنش نعطي فيه راي، لان ما 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 ماشي صحيح وماشي قانوني ولا يعتمد. فهمتيني؟ انا اللي يعتمد هو اذا كان الملف ديالو حطوا في مركب محمد بن جلول، حط الملف ديالو خد عليه الوصل ديالو في اطار اللجنه اللي هادشي اللي كنا سمعنا في البيان. الان تكلموا واش هاد الترشيحات واش قانونيه ولا ماشي قانونيه. حنا اللي كنعرفوا هو ان دار جمع عام ديال نادي الوداد الرياضي في مارس الاخير. هذاك الجمع عام الخلاصات ديالو هو ان هناك مكتب، هناك رئيس عنده شرعيه ديال 4 سنين. بالتالي اذا غادي نكونوا بغي لا هذاك الرئيس ما بقاش بغى يكون رئيس ديال الوداد، ما بقاش عنده يعني الامكانيات او الظروف ديالو ما كتسمحش ليه، ولا الضغط اللي دابا اللي كيحس به ماشي في صالحه، يجب ان يدعو الى جمع عام غير عادي ديال نادي الوداد الرياضي متعدد الفروع، ويجي امام الجمع العام العادي الغير عادي ويقدم الاستقاله ديالو رسميه ويقبلوها ليه. ملي يقبلوها ليه حتى هادوك اعضاء ديال هذا الى النائب الاول يجي يقوم مقامه الى حين تهيئ لعقد جمع عام عادي لنادي الوداد الرياضي متعدد الفروع ماشي كره القدم، يعني جميع لي سيكسيون ديال الوداد يكونوا جميع يعني الامور القانونيه ديالها والمحاضر ديالها لا الادبيه ولا هذا، ويتحطوا ويجيو ممثلين ديال الوزاره او ديال اللجنه الاولمبيه، ما يجيش فرق كره القدم، لان الوداد فريق متعدد الفروع، خصي ما يجيش واحد كيمثل العصبه او الجامعه وحده، هذا كيبقى فرد من واحد السكسيون كاين عند نادي الوداد هي كره القدم. وبالتالي باش تكون قانونيه ديال هذا الجمع العام، حنا اللي خايفين منه هو اننا ما نطبقوش القانون ونبداو نخرجوا على اطار القانون. كاين القانون 30/09 واضح الامور، كاين القانون الاساسي ديال نادي الوداد الرياضي واضح المعالم ديالو. بالتالي خصنا الا بغينا نديروا اي خطوه خص هذا الرئيس ومن معاه يعيطوا على الوداديين. عندنا محامين، عندنا قضاه، عندنا وكلاء الملك وداديين كيفهموا في هذا القانون، يجيو يستشروا معاهم باش منين نديروا شي خطوه نديروا خطوه اللي ما نبغيوش انها تيدا للجمع العام ويجيو يتم الطعن فيه او يرجع الملف ديالو، غادي غتكون سبه في نادي الوداد الرياضي. بالتالي انا هذا هو التصور ديالي، هو هذا السياق، بغيت السياق القانوني نخدموا فيه باش نبقاو الوداد مزودين الراس ديالنا، وحنا الوداد فريق قاطره في كره القدم وعطى الشيء الكثير لكره القدم المغربيه، ما بغيش نديروا شي حوايج اللي نرجعوا لهم. بالنسبه للتدوينه الاخيره ديال ايتمنى، احنا كجماهير وداديه وكمجتمع كجمعيات وداديه وكمحبين نادي الوداد الرياضي، حنا كنا كنتمناو ايتمنى والحمد لله تحت ليه الفرصه الحمد لله باش يكون رئيس ديال الوداد. حنا كنقول بلا المنبر هذا، كنقول يجي حتى هو، ماشي حنا يجي يولي رئيس الوداد، يكون داك الشيء يكون فيه المصداقيه والشفافيه ويترشح حتى هو بحالو بحال الناس. حنا كجماهير الوداد اللي بغينا يتمنى، ولكن يطلع حتى هو يترشح حتى هو من الناس، ولا نجح حنا يعطي المشروع ديالو، وإلا نجح حنا هادشي اللي بغينا. حنا انا باش نكون صراحه، انا كنهضر على راسي، انا بغيت يتمنى يكون رئيس ديال الوداد، وللاسف كيضرني شي حوايج كيضروني في راسي، هو بعد المنابر وبعد الصحفيين اللي كيتكلموا على 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 القانون، ما القانون، القانون واش القانون على الوداد كيطبق على القانون على الوداد. انا رؤساء دازو قبل منه حتى واحد ما عنده ما مقنش يتمنى مقنن منخرط في الوداد ومن الحق ديالو يترشح في الوداد. وكنقول انا هاد الناس اللي عرفتهم لما كينتميو كلهم خرجوا بحمله، كلهم ضد يتمنى، وكلهم ولي نقول من هاد المنبر انا كنقول لك انا الجماهير الوداديه كامله، جماهير الوداديه، الناس الوداديين اللي كيحبوا الوداد بالاخلاص كلهم باغيين يتمنى. كاينين شي صحفيين اللي اليوم خرجوا يقول لك يتمنى ماشي قانوني. واش دابا هضروا على القانون؟ دابا على الوداد كيهضروا على القانون. كاين شي لجان دابا حنا في الوداد في المغرب، كاين شي لجان، كاين شي قانون، كاين امور غاديه عشوائيه. كون كان في النظام كون كان تطبقوا القانون في البطوله المغربيه، ما كيطبقش فيها القانون. حنا كنقول انا حنا جماهير الوداديه، اول مره كنقول لك انا اول مره جماهير الوداديه متحده كامله كلمه وحده باش يتمنى يكون في الوداد ان شاء الله بحول الله. هنا يعطوا الاراء ديال الجماهير. اما المنخرطين تا هو راه جمهور الوداد، ولكن كاين بعض المنخرطين اللي منخرطين لهم الناس. نكونوا واقعين،
ما كنعنيش على كلشي، كاينين مخالطين الاصدقاء ديالنا وصحابنا اللي خلصوا برزقهم وداديين وباغيين اي تمنى، وكاين شي وحدين اللي مخرطين لهم عباد الله ويجي بغي يديروا لنا في صابونه الفرقه. حنا كجماهير وداديه وعندنا ثقه كبيره في اي تمنى اللي قال كما قال غادي يرجع الفرقه للسكه ديالها الصحيحه. حنا الوداد خاصها غير واحد الغيزه صغيره، شنو هو رئيس مستوى عالي، اما عندك جمهور، عندك كيان كبير ديال جمهور الوداد، غندافعوا الفرقه ديالنا حنا في الدراع قبل الصراع ان شاء الله مع الوداد ان شاء الله بحول الله. وما تدوزنيش فرصه باش رساله لواحد بعد المسيرين اللي جاوا جداد دابا جاوا في الوداد اللي قدموا الاستقاله ديالهم من نادي الوداد الرياضي. انا كتعتبر انتم وداديين، انتم غير وداديين، انتم ماشي وداديين، انتم اللي جيتوا حتى الظرفيه هذه اللي محتاجه لكم الفرقه ديالكم، محتاجه لكم وتقدموا الاستقاله ديالكم. ما يمكنش حنا الظرفيه هذه خاص كلشي دافر الجهود كامله وندير ويد في يد ونزيدوا فرقتنا. وحنا الوقت اللي حنا قلنا حنا كنا من الناس اللي كنا زكيناكم انتم في المكتب الوداد، دابا قدمتوا الاستقاله، قدمتي الاستقاله انت بغير ودادي، انت ماشي ودادي انت، يا بالك نقول لك انا اللي قدم استقاله ماشي ودادي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.